فرض فيروس كورونا نفسه على جداول أعمال هيئات الأمم المتحدة وانحصرت بشكل ملموس الحركة داخل مقرها في نيويورك وتحولت جل نشاطاتها إلى اجتماعات ولقاءات عن بعد. ولعل أهم مظاهر هذا الواقع الجديد أشغال الدورة العادية 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في أيلول سبتمبر الماضي بشكل افتراضي، واقتصر التمثيل الدبلوماسي داخل قاعة الجمعية على شخص واحد، في حين كان يشارك في أشغال الدورة نحو 10,000 شخص خلال الدورة السابقة. تحت هذا العلم وداخل هذه الأسوار تلتقي شؤون العالم وشجونه. هذه السنة تغير كل شيء. الهم الأبرز الذي أرق بال هيئة الأمم المتحدة وغير من طريقة عملها كان فيروس كورونا. بدا ذلك واضحا في أعمال الدورة العادية 75 للجمعية العامة شهر أيلول سبتمبر الماضي. اتسمت اللقاءات هذا العام بالبساطة الشديدة ولم تكن لها أي نوع من التأثير الذي اعتدنا عليه من الجمعية العامة. الجمعية العامة هي أكبر لقاء على مستوى الأرض تقريبا، يجمع تقريبا كل قيادات العالم في تحت مظلة واحدة. مع بداية تفشي الفيروس ظهر انقسام واضح في طريقة تعامل هذه المؤسسة الدولية مع الأزمة. الأمين العام بادر في مارس أذار إلى إصدار نداءات وقرارات لمواجهة الوباء. أما تحرك مجلس الأمن الدولي فجاء متأخرا بعدها بأشهر. استخدم الأمين العام للأمم المتحدة جميع إمكانات المنظمة لمحاربة فيروس كورونا، سواء بالإشراف على توريد معدات الوقاية الشخصية وضمان وصولها والحرص على عمليات منظمة الصحة العالمية. جلسات عادية واستثنائية واجتماعات حضورية على مدار أيام الأسبوع داخل هذه القاعة، فيها تناقش قضايا الساعة وتصدر القرارات ويتم التصويت عليها. كان ذلك قبل أن يفرض فيروس كورونا أجندته الخاصة وتتحول إلى أولوية الأولويات بالنسبة لهيئات هذه المؤسسة الدولية. انتشار الفيروس المستجد في نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة أثر بشكل كبير على طريقة العمل. تحولت اللقاءات إلى اجتماعات عن بعد وجرى تقليص أعداد موظفيها. الأمر نفسه ينطبق على عملياتها الإغاثية في مناطق النزاع والتوتر. كان هناك تحدي كبير حال دون الوصول إلى اتفاقيات حول أهم القضايا، فضلا عن مشاكل لوجستية تتعلق بتوزيع المساعدات الإنسانية. فيما تراجعت نشاطات المقر الرئيسي هنا في نيويورك، تحولت الأنظار إلى جنيف حيث مقر الصحة العالمية التي تسلمت أمر تتبع وضعية الوباء. وفي 2020 كذلك واجهت المنظمة الدولية تحديات غير كورونا، كاندلاع بؤر توتر جديدة وشح التمويل وتعمق الانقسام بين أعضائها. عبد الله ماسي، الحرة، نيويورك.